معايا دكتور هشام شيحه وكيل اول وزاره الصحه للطب العلاجي. مساء الخير يا دكتور، ويا ريت نتعرف من حضرتك على اخر ما لديكم من احصائيات عن اعداد المصابين وفئاتهم ايضا. الاعداد اللي هي المصابين اللي تم اسعافهم في المكان، ودول كانوا حالات بسيطه يعني اصاباتهم عباره عن اختناقات بس من الغازات المسيله للدموع، 524. الحالات اللي دخلت المستشفيات 112 حاله موزعين على مستشفيات المنيره والقصر العيني والهلال والشرطه والقنساوي والدمرداش، نصهم تقريبا من المجندين والضباط. في حاله وفاه في مستشفى المنيره العام، حاله الوفاه مصابه بطلق ناري في الصدر، ورئيس نيابه قصر النيل حاليا في المستشفى لاستكمال التحقيقات وتحويل الحالة إلى الطب الشرعي لاتخاذ شؤونه في تحديد نوع المقذوف والسلاح المستخدم وخلافه. في لسه في حالتين في القصر العيني، مستشفى القصر العيني حالات حرجة، ده برضو إصابة بمقذوفات حالك حالات الحرجة اللي. دي كانت إصابات برش في جنب العين و وفي الدقن وفي يعني في الوجه يعني. لكن دكتور هشام، في فجوه يعني اسمح لي كبيره جدا بين ما ورد يعني من خلال بعض وكالات الانباء وبعض المراسلين من عدد المصابين واللي قدر ب 677 حاله. الناس هي مش فجوه على حاجه. الناس بتجمع العدد، يعني انا بقول لحضرتك حوالي 112 حاله و500 حاله، بتجمع العدد اللي اسعف في المكان والحالات اللي دخلت المستشفيات. الحالات اللي اسعفت في المكان دي كلها حالات بسيطه، اسعافات اوليه. طيب كان في شكوى من القصر العيني، لسه زميلنا في مصر اليوم الاستاذ ابانوب عماد قال انه حالتين لمراسلين صحفيين في الجريده راحوا باصابات في العيون للقصر العيني وعانوا من الاهمال، فتم التوجه بهم مباشره الى مستشفى العيون الدولي. احنا يا فندم مستشفياتنا على اتم استعداد لاستقبال اي عدد من الحالات، مستشفى معهد ناصر موجوده بجميع الاطقم الطبيه، وانا على الهواء مع حضرتك اي حد من الاخوه الصحفيين او اي مصابين يتفضل يتوجه لمستشفى معهد ناصر او مستشفى معهد العيون اللي هو في روب الفرد. دكتور، هل لازال هناك استقبال لحالات من المصابين؟ يعني لسه في مصابين بيصلوا الى المستشفيات التابعه لكم؟ والله هي الحالات يعني توقفت عند هذا الحد، بس احنا نخشى ان يحصل في تشابكات تانية. نتمنى كده العدد يقف عند هذا الحد، لان كل المصابين مصريين، واحنا يعني حياه المصريين غاليه علينا كلنا طبعا. طب يعني برضو يهمنا ان احنا نعرف استعدادات الوزاره لهذه الحاله اللي بتعتبر حاله طارئه ايه؟ لا احنا مستعدين يا فندم، احنا عندنا 50 سياره اسعاف موجوده في الثلاث محاور بتاع الميدان. كل مستشفيات القاهرة التابعة لوزارة الصحة ومستشفيات الجيزة اشتغل بكامل طاقتها، الحمد لله ما عندناش أي مشكلة في أدوية أو مستلزمات، وكل الأطباء بجميع أطقمهم النبطشي واللي مش نبطشي موجود بيساعد زمايله في المستشفيات. وأنا أتعشى من إن ما فيش حد هيخش مستشفى يشتكي من أي حاجة، ولو في أي حاجة إحنا موجودين بلغونا. شكرا جزيلا دكتور هشام شيحة، وطبعا يعني الله يكون في عونكم في اليومين دول. دكتور هشام شيحة وكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي، شكرا جزيلا لك.